احترام التخصص. الحقيقة نريد أن نقول أولاً أن التقدم العلمي اليوم مدين لأهل التخصص. يعني التقدم في الكيمياء مدين لمن؟ مدين للذين يعملون في البحوث الدقيقة في الكيمياء. التقدم في الفيزياء مدين لكبار الفيزيائيين. التقدم في علم التاريخ مدين لكبار الباحثين في الدراسات في علم التاريخ. تقدم في الفتوى مدين لكبار الباحثين في شؤون الفتوى. وبالتالي العلم والعالم كله يتقدم من خلال المتخصصين وكبار المتخصصين، ولذلك هؤلاء يعني يستحقون الإصغاء وأن يؤخذ كلامهم على أنه كلام خبراء، كلام خبراء. ولما نكون في حضرة خبير ما نتقدم عليه في المجالس العامة، بيكون هناك طبيب أو أكثر، يأتي واحد يقول له والله يا دكتور أنا راسي عم وجعي، قبل ما يتكلم الدكتور 4-5 من المجلس بتكلم، يقول له أكيد ما أخذ برد، يقول له أكيد أنت كنت صايم، يعني أنت. كل واحد بيطالع، طيب في طبيب لسه ما استطاع يتكلم، خلي الطبيب يتكلم. أمور شرعية كثيرة يفتي فيها ناس ما قرأ هو كتاب في الفقه، بيكون في علماء يتجرأ على الفتوى ويفتي، يقول أنا ماني عالم لكن في ظني، ما في ظنون بالفتوى، إما أنك تعلم أو لا تعلم، كنت تعلم تكلم، ما تعلم قل أنا هذا مو شغلي، لا أعرف لا. ولذلك احترام التخصص واحترام أهل الاختصاص هذا من الموضوعية.